عند خروج رياض محرز في الدقيقة 60 من عمر هذه المواجهة، ظهر محرز غير راض على تغييره وملامح الغضب بادية على وجهه. وعند خروج إيرلينغ هالاند بدأ بيب غوارديولا يصفق له، مع العلم أن هالاند ضيع ثلاث ركلات، ومع ذلك تركه غوارديولا حتى سجل هاتريك في شوط واحد. وبعد نهاية اللقاء صرح إيرلينغ هالاند عن المباراة وجاء في كلامه: رياض محرز وبرناردو سيلفا يلعبان معا في نفس المركز، وسيلفا كان اليوم أحسن بكثير من محرز، لهذا لما خرج رياض استطعت تسجيل هاتريك في شوط واحد. أعزائي المشاهدين، آراؤكم تهمنا في التعليقات أسفل هذا الفيديو.